يحدث بالعراق فقط. واحدة من الأسر العراقية طبعا بالعراق جايبين ابنهم يردون ينقلونه بانتقالهم إلى منطقة أخرى، يردون ينقلونه إلى منطقة جديدة، فأكيد الطفل لازم ينقل إلى هاي المدرسة الجديدة اللي بالمنطقة الجديدة اللي راحوا إلها. مدير المدرسة مقابل يقولهم ما أقبل الطفل إلا تجيبون ويا رحلة. واحدة من طروحات وزارة التربية، فنقدر نقول حاليا وإحنا حاجيها قبل، وزارة التربية يحتاج لكم تربية.